أما ما سألت عنه وهو حديث متى ألقى أحبابي، فقال الصحابة بأبينا أنت وأمنا أولسنا أحبابك؟ فقال أنتم أصحابي، أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق لا أكثر. هذا حديث أنس رضي الله عنه، ونسبه في كنز العمال لأبي الشيخ في الثواب، لكنه لا يصح لأن فيه منه وكذاب، وهو عثمان بن عبد الله القرشي، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان. لكن الصحيح وهو عند مسلم قال وددت أن أرى إخواني.